في إطار الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي للتغذية دورة 2017، نظمت وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية مؤتمر نقاش بتعاون مع منظمة الفاو بحضور عدد من المدعوين فضلا عن المختصين في المجال التغذية، وقد جرت المناسبة بدار الصحافة. تقرير حسن جدا عمر. فلنغير من مستقبل الهجرة ولنستثمر بالأمن الغذائي والتنمية الريفية. تحت هذا الشعار ستحتفل البلاد كغيرها من دول العالم باليوم العالمي للأغذية الذي يصادف 16 من أكتوبر المقبل. وتحضيرا للاحتفال بهذا الحدث، فإن وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية بالتعاون مع شركائها كل من البرنامج العالمي للأغذية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل يقومون بتنظيم نشاطات عدة من ضمنها هذا المؤتمر الصحفي. وخلال ساعة ونصف من عمره ناقش المؤتمرون جملة من المواضيع المتعلقة باختيار موضوع هذا العام، إلى جانب مسألة الهجرة التي اعتبرها الشباب كموضة جديدة. وعلى حسب التقارير التي أصدرها البرنامج العالمي للتغذية في كل من المناطق الجنوبية وكذا منطقة حوض بحيرة تشاد، إن نحو 130 ألف شخص نزحوا من مناطقهم نتيجة للحجمات التي شنتها جماعة بوكو حرام، إلى جانب 8500 لاجئ من نيجيريا استقبلتهم الأراضي التشادية. كما جاء في تقرير آخر خاص بالمجاعة نشر في العام المنصرم، أن 56% من السكان في هذه المناطق يعانون من مسألة سوء التغذية. وفي سؤال وجه للوزير حول سبب اختيار عنوان هذا العام، قال الوزير: مسألة الشعار اليوم من باب الصدفة أصبح منطبق تمام مع اهتماماتنا في حكومة تشاد. ترى ما نحن كان في الطاولة المستديرة تمت في باريس، أعلننا رسميا بأن نحن دارين نطور العالم الريفي، عشان بوسط العالم الريفي دارين ننتج كفاية عشان نقدر نضمن الغذاء لبلدنا. وفي إجابة له عن سؤال آخر يتعلق بتصنيف تشاد ضمن الدول التي اعتاد رعاياها على الهجرة، الهجرة بمعنى تكلموا عنه كتير اتجاه أوروبا اتجاه أمريكا، التشادين ما معروفين بالأرض الكبير في هذا الإطار. مع ذلك ما عندنا رغبة كونه نكون احنا بعد كده بلد هجرة. طبعا الناس يمتجي من ما في الشخص بطلع من بلده من أرضه من غريته بسرور عشان يطلع يمشي في محل تاني، دائما بيكون مجبور، غالبا حالات حرب ومشكلة أمن. لكن في بعض من الأحيان المجاعة والفقر كذلك بخلي الناس بطلع من أماكنهم. وبما أن تحقيق الأمن الغذائي يستدعي معالجة أبعاده المختلفة، لذا فقد أكد وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية أن جميع الاحتياجات اتخذت للتصدي لظاهرة الحجرة ومسألة سوء التغذية.